يعني يبدو أنه القضية سياسية، يعني بلش ويليام نون يضايق، يعني بلش يشكل خطر كبير على قضية كبيرة هي حماية من فجر مرفأ بيروت. إذن عم نشوف لا الملف عم يرجع يتحرك. القاضي طارق البيطار يمكن كمان ما رح يبقى حسب ما أنا بعرف حسب معلوماتي مكبل اليدين وقاعد عم يتفرج عليهم، ممكن يكون في خطوة كمان من قبله. يعني بلشوا يحسوا أنه لا بهيدي السنة بال 2023 قضية المرفأ بدها ترجع تبلش تبين من أول وجديد. ما بعرف شو الأجندة اللي هي موجودة. أجندة شو برأيك؟ بالسياسة؟ أكيد. وين بدها تكون؟ بالسياسة، بالرئاسة، العلاقة أولك بالرئاسة، في أجندة ما فينا نحل. يعني اللي شفناه ما شفناه قبل بالثورة. عم نقول لك كمان داخليا كمان أهالي الشهداء ما رح يبقوا هيك مكتفين وشايفين إنه الأمور ماشية وخلص خلصت القصة، ومحاولات لقاضي رديف، مقاضي رديف، كل هيدي محاولات لن توصل إلى نتيجة. بس أنا مثل ما أنا عم أقول لك أنه القاضي طارق البيطار لن يقف بقى مكتوف الأيدي. يعني أنت وقت تشوف هيك مشهد وتشوف تحلل الدولة، ما في دولة، ما عندك دولة. يعني عندك شوية قوى أمنية، عندك الجيش اللبناني عم بيجرب شوي يضبط الأمور بقدر المستطاع، ولكن إذا بنطلع نحن تحلل الدولة على كافة المستويات مثل ما عم نشوف اليوم على الطرقات، وهيدا التحلل مين عم يستفيد منه؟ اللي هن ما بدهن الدولة، لهن بدهم دويلة. أهيب بقائد الجيش اللبناني أن يحول إلى القضاء العسكري فورا من رفع الهروات على المواطنين العزل وعلى رجال الدين. خالوا لأس ويليام نون قضية منا صغيرة. أنا أكيد أنه لا قائد الجيش ولا قيادة الجيش ولا ضباط الجيش بيقبل بمثل هذا التصرف من التجمع أمام أمن الدولة بالرمل البيضاء وننادي الناس اللي قادرة تنزل تكون هناك نقطة تقلب واجتماع لكل مواطن حر، لأنه هيدا رح تكفي عليكم يا مواطنين إذا انكسرتوا بقضية ويليام نون. إذا لم يتم العمل ما يلزم بتحرير ويليام نون وكف على التتبع بطريقة حقيرة الشيء اللي عم ينعمل تجاه الناس اللي هن ضحايا الانفجار، إذا ما صارت هذا الموضوع رح نروح تدريجيا وتصاعديا، لن يستكين الأمر ولن يستتب الأمر قبل ما نكون حصلنا على وضع العدالة على مسارها الصحيح.